صحيح. وعنده بالرحمه ما راهوش يقدم في الجناح الايسر وما عندوش بديل. والمدرب اللي استبعد شايبي لنفس الاسباب لاسباب انضباطيه ولو بدرجات اقل ماشي كما يوسف الليلي وعاود ردوا شايبي اللي رفض ما حبش يعاود يولي وانا اصر باللي ما حبش يجي كيطلب باش يخلف بوداوي. هذا المدرب اللي عاود رد شايبي يعاود يرد بالليلي وبهذا الاداء محمد لازم تعاود تردوا ما تقدرش تعاود تردوا على الاقل سامحني على الاقل تعاود تردوا المنتخب تعطي له زوج فرص ثلاث فرص يا خويا اذا كان ما قدمش مع المنتخب قال هذا راه مليح مع النادي مع المنتخب ماهوش مليح ما نزيدش نعيط. نعم انا قلت لك قبلها في عندما تحدثنا عن مستوى رياض محرز مع الاهلي قلت لك انه الاهلي ماهوش يعاود يشوف محرز تاع المواسم الماضيه وكان مع بالليلي وكانه يدير ليكسيبسيون في كل مره مثلا عاد الى الترجي وفي كره القدم انت تعلم بانه العوده الى ناديك السابق تكون في بعض الاحيان صعبه ولكن بالليلي عاد ويقدم في مستويات خرافيه صراحه هو لاعب خرافي ويبقى احد افضل اللاعبين نعم الجماهير التونسيه تاع الترجي وكما قلت انت يموتوا عليه مولي من موسم صعب يعني عاش ضغوطات كبيره الموسم الماضي خاصه مع نهايه الموسم نعم ولكن يسير الضغوطات بشكل يعني رائع وانا لن اخفيكم سرا بان المعلومات التي بحوزتي تقول بان الناخب الوطني بيتكوفيت سيستدعي يوسف بليلي في تربص شهر يعاود يعيط له محمد يسحق المعلومات التي بحوزته يسحقه يسحقه محمد الانسان انا شفنا تجربه رياض محرز مع بيتكوفيتش انسان كلما توسع فكره الكروي داخل المستطيل الاخضر كمدرب بيتكوفيتش له تاريخ كروي لا باس به نعم. نقص جدله انا اتكلم محمد امين قال لك مدرب براغماتي نفعي لو لم يستدعى يوسف بالليلي لن يستدعى مثلا في 5 أكتوبر سوف يدخل في مجادلة مع رأي الشعب وإحنا نعرف جيدا أن يوسف بالليلي الشعب هنا في الجزائر يحبه مطلب جماهيري كلاعب مطلب جماهيري ساهم بشدة وبدرجة كبيرة في فوز كأس إفريقيا ساهم بشدة أيضا في كأس العالم العودة إلى المنتخب الوطني في الوقت الحالي حق ليوسف بالليلي لاعب يبدع يسجل لم نسمع بأي مشاكل انضباطية يثيرها في تونس لم نسمع بأي مشاكل يثيرها مع الحكام لأنه حسب ما وصل إلى مسامعي المدرب بيتكوفيتش لما تحدث عن مشاكل انضباطية يعاني منها يوسف بليلي كان يقصد مناوشته مع الحكام في الدوري كان هناك إجماع هنا في الجزائر كان هناك إجماع في الجزائر أنه يوسف بليلي ارتكب بعض الأخطاء التي لم يكن ليرتكبها ودخوله في مناوشات مع الحكام وقلناها في هذا البلاطو أعتقد بأن هذه التصرفات الآن اختفت وعندما تختفي هذه التصرفات يختفي سبب عدم استدعاء بليلي وأعتقد بأنه سيكون حاضرا والمعلومات التي بحوزتي أقول وأؤكد وأكرر بأن يوسف بليلي سيكون حاضرا في تربص شهر أكتوبر شأنه شأن إبراهيم مازا الذي غير جنسيته الرياضية بشكل في جملتين محمد اسمح لي محمد في جملتين فقط أنه بدون رأي الشعب محمد لا شيء ينجح كروي هنا في الجزائر يوسف بالليلي تكلمنا في كل من المرات يبقى أنه لاعب المدلل رقم واحد هنا في الجزائر حتى رياض محرز لما كان في أوج العطاء وكل الشعب الجزائري كان أحسن لاعب في البطولات الأوروبية يكبر على يوسف بالليلي تاريخيا لعب في مانشستر سيتي لعب في نعم. يوسف بالليلي كاريتي أنتراساك كان حاسم أكثر منه لا كان حاسم في كأس إفريقيا ولكن لا لما تكون تلعب في بطولات كبرى مثل ما لعب رياض محرز لا يوجد مقارنه ولكن كاريتي انتراساك يوسف بليلي لا يقل شانا في المنتخب الوطني على رياض محرز يبقى نقطه واحده يجب عليه ان يشتغل عليها ولو لحقوا هذه الرساله اللي يجب ان يشتغل يوسف بليلي لاعب مدلل ونحن نعرف جيدا حتى الشعب الجزائري لاعب دلله كثيرا وفي كل من مره الشعب الجزائري اللي امبريفيزيبل مثل ما نقول احنا بالعاميه يدور عليه في كل من مره نعم. لما يكون هناك تصرفات خارج عن النطاق الكروي مثل ما فعل مع الحكمه هنا في الجزائر في بقميص مولوديه الجزائر صعب انك تمر مرور الكرام نعم. فلهذا انا اقول من هذا المنبر قناه الهداف انه المنتخب الوطني بحاجه الى يوسف ويوسف بحاجه الى المنتخب الوطني نعم من الممكن جدا ايضا ان نرى ابراهيم مازا في تربص اكتوبر أنا. نعم ابراهيم مازا اللي كان كنا قلنا انه رسميا تم تغيير جنسيته الرياضيه وكان اكد مدربه لمنتخب نعم. المانيا لاقل من 20 سنه اكد انه اللاعب اختار رسميا تمثيل المنتخب الوطني الجزائري لاعب جيد سيقدم اضافه بكل تاكيد للمنتخب الوطني بخصوص يوسف بالليلي انا اعتقد انه العقوبه
الاستبعاد المؤقت من بيتكوفيتش كان قرارا سليما، وهو الذي ساهم في هذه الانطلاقة الصاروخية ليوسف الليلي الذي يتابع دائما مباريات المنتخب الوطني الجزائري، وكانت عنده حتى تغريدات ولا منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد أنه يريد أن يعود المنتخب. يوسف لحقته الرسالة أنه بوابة العودة إلى المنتخب مع بيتكوفيتش هي الانضباط، لأنه مستواه لا يناقش عليه أحد. يوسف بالليلي واحد من أحسن المواهب في تاريخ كرة القدم الجزائرية. رامي الزروقي وضعيته صعبة في نادي فيرنورد الهولندي، وسيكون من الصعب عليه الآن العودة إلى التشكيلة الأساسية بعد الأداء السيء الذي قدمه في دوري أبطال أوروبا. الهزيمة بأربع أهداف مقابل صفر كان انتقادات كبيرة. نعم انتقده، يقال بأنه فيه بطء من هذا اللاعب يعني في التنفيذ، تحدثوا هكذا الصحافة الهولندية تحدثت هكذا، ومثل ما تحدثت سيكون قد يحال إلى مقاعد البدلاء. نظن بأنه أمر طبيعي، ولكن مباراة بين ليفركوزن ونادي فاينورد نظن أن مستوى يعني النادي الألماني أفضل من مستوى النادي الهولندي، وليس فقط رامي الزروقي هو المسؤول عن هذه الهزيمة. كانوا كامل خارج الإطار. كانوا خارج الإطار. تحس بأنه مستوى النادي الألماني زيادة باسك زاد المدرب خرجوا بين الشوطين. هذا هو الإشكال بالنسبة لرامي الزروقي، وحتى مع المنتخب الوطني الجزائري ماهوش يقدم حتى حاج موسى لا حاج موسى كي دخلوا في الدقائق اللي دخل دار خطوره. نعم دار خطوره، كانت عنده تمريره ايضا لاعب برك ما عرفش يحطها داخل كتسيد الاحصائيات تاعو ناقصين. شوف لحد الان حاج موسى ما تقدرش تحاسبه كيما الزروقي، لانه اولا عنده قبل موسمين فقط، الموسم الماضي واقيل كان في الدرجه الثانيه البلجيكيه، من بعد جاء الهولندا في نادي متواضع، الآن يتواجد مع نادي فاينورد، وحتى أجاكس كانوا حابين يشروا العقد تاع حاج موسى. أنيس حاج موسى موهبة تحتاج فقط إلى الصبر، والنادي فاينورد أعتقد أنهم يتعاملوا مع ملف حاج موسى بذكاء، يعني يطولوا دقائق بالعقل يدخل في المنظومة وراح يتألق إن شاء الله. ما عندوش نفس الخبرة باش تحاسبه كما تحاسب زروقي. زروقي راه عنده بزاف ويلعب في البطولة الهولندية، كان قائد فريق ومع المنتخب وكان قائد في الفريق تاعو، لذلك أتمنى أن يعود سريعا إلى مستواه على الأقل كبديل مع المنتخب نحتاجه. نعم. عودة ياسين إبراهيمي لتدريبات نادي الغرافة بعد حل كل المشاكل التي تأججت بين طرفين في الأشهر القليلة الماضية. مشاكل مالية محمد ربما، لأنه إبراهيمي في الموسم الفارط كان يعتبر أحسن لاعب في الغرافة، صحيح. محرك ودينامو الفريق، وأنا لم أتمنى الانطلاقة، ليست بانطلاقة سيئة لأنه اللاعب لم يلعب، ولكن كان ممكن باعتباره لاعب مهم في المنظومة وفي التركيبة التشكيلة الأساسية، كان قائد فريق أيضا في بعض من المرات. فلهذا ياسين إبراهيمي زيد ضيف إلى ذلك قضيتها مع المنتخب الوطني، الإصابة مع الإصابة كانت موفقة نوعا ما في رمضان. المباراتين الوديتين كانت موفقة خارج الإطار، ولكن محمد في كل من مرة قلتها هنا في البلاطو أن المنتخب الوطني لا ينتظر أحد، الأحسن والمتواجد في الفورمة المثالية في الوقت الراهن هو الأجدر بحمل بالليلي في هذا المنصب بحمل يعطيك الصحة. لما كان بالليلي ما له مشاكل انضباطية والجماهير الجزائرية كانت غاضبة نوعا ما على مدللهم في المنتخب الوطني، إبراهيمي في أوج العطاء تكلمنا في هذا البلاطو قلنا أنه إبراهيمي يستحق. الآن شوف محمد، المنتخب لا ينتظر أحد، والفورمة المثالية في الوقت الراهن هو الأجدر والأوفر حظا بتمثيل منتخب القميص الوطني. هذه من جهة، ومن جهة ثانية أيضا محمد يجب أن يعلم الجمهور الجزائري أنه لا يجب أن نطلق أحكام مسبقة على اللاعبين، لأنه أنت بحاجة إلى بليلي اليوم في 5 أكتوبر، ربما إبراهيمي سوف يعود بعد 10 مباريات ويكون الأحسن في منصبه ربما بالرحمة أيضا. فلهذا يجب التعامل مع اللاعبين في المنتخب ليس مثله مثل الفارغ، لأنه الفارغ حتى هناك لاعبين في البطولة الجزائرية. نعطيك مثال، مثلا مولوديتش الجزائر فتح الله الكل أجزى معه أنه لاعب له إمكانيات، ولكن الانطلاقه تاعو كانت سيئه، والجمهور المولوديه لم يلون با اكومباني دون سا سيزون، ما اداش لم يؤدي فوق ارضيه الملعب. فلهذا الجماهير الجمهور المتتبع لشؤون المنتخب الوطني
يجب كيفية التعامل مع اللاعبين ولا نطلق ولا نجزم في الأحكام. نعم. خاصة أيضا الصحافة أيضا مطالبة بهذه الأحكام. أي تنوري يشارك أساسيا مع ولفرهامبتون بعد تعافيه من الإصابة ولكن يسقط بثلاثية كاملة أمام أستون فيلا. نعم أي تنوري يبقى أداء ثابت رفقة ولفرهامبتون لكن هذا الموسم نظن بأنه مطالب أنه يعني حسب رأيي أنه يغير نادي النادي ولفرهامبتون ويروح لنادي أفضل لأنه مثل ما تحدثت عن الخسارة نظن بأنه حان الأوان باش أي تنوري يشوف نادي لديه مستوى أفضل باش يزيد يعني يواصل